السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في كوزينتي. واليوم مع آخر طلع بالنسبة لعيد الأضحى ولا العيد الكبير. اليوم راح ندير معكم سلطة مشوية. هذه السلطة اللي تصلح بزاف مع اللحم. راح نشوي أنا فلفل حار، فلفل حلو، طماطم وثوم. كما تشوفوا حطيتهم على النار. اللي قادر ديرهم مع الفحم راح يكون خير. النار ما تقويولهاش باش ما يتحرقلكمش. طيب الفلفل تاعك بلا ما تتحرق. بعد تشوى الخضره تاعي، فلفل حار كيما تكون، فلفل حلو، طماطم وثوم، نحطهم في ساشي او في كيس بلاستيكي غذائي حتى يدفاو مليح باش نقدروا نقشروهم ونكملوا السلطه مع بعض. بعد شوية الطماطم والكمية تاع الفلفل والثوم كما راكم تشوفوا خليتهم بردوا مليح. خليت الفلفل واخو داخل الساشي حتى ندفى مليح كيف كيف الطماطم. دركا نقشروهم، نقيوهم ونقصوه. باش نقشرهم نحتاج صحن فيه ماء باش نشلل فيه يديا ونقشر. تتقشركم فاصل مو كاين لي يقشرهم ومن بعد يغسلهم. بهذه الطريقه ما ننصحكمش بها. كي تشلوهم بالماء تنحيو لهم البنه تاع داك الحريق. قشروهم وتشلو يدكم هاك برك تنحيو لهم القشره. وبنفس الطريقه ندير الفلفل. وهنا الثوم كيف كيف بنفس الطريقة. تحلوها تقشروها وبالماء تشلوها. بعد اللي قشرت الفلفل تاعي والطماطم كيما شفتوني دركا راح نقصهم.
هنا كاين اللي يقص الخضره هذه الفلفل والطماطم يقصهم دي مقص كبار ومن بعد يرحيهم في الميكسور. كاين اللي يحب يخليهم مقصوصين، انا اليوم راح نقصهم ما نحيهمش، نقصهم طراف رقاق. بعد لي قصيت الكمية تاع الفلفل والطماطم، فلفل حار حلو وطماطم، دركا نربيو الثوم. إذا بغيتو تقصوها تقدر تقصوها بالموس طرف صغار، سينو نربيوها كيما راح ندير أنا. هنا واش بقى لنا؟ نتبلو الحميص تاعنا بالملح، فلفل الكحل، نزيدو له شويه زيت زيتون وشويه خل، وتكون السلطه تاعنا واجده. هاد السلطه تحب زيت زيتون. وهنا الكميه تاع الزيت وتاع الخل على حسب الكميه تاع الفلفل والطماطم اللي درتو. كيما هنا راح ندير، درت تقريبا 6 مغارف زيت زيتون، راح ندير لها 3 مغارف خل.
نخلطوا كلش مع بعض مليح، وتكون السلطه تاعنا واجده جاهزه للتقديم. انا نوجدها ان شاء الله للعيد الكبير او العيد الاضحى. تقدروا تخليوها يومين ونديروها توجدوها يومين قبل العيد وتخليوها في الفريجيدار، يصرى لها حتى حاجه. ما اللي بغات تخبيها في الكونجيلاتور ثاني تقدر تخليها في الكونجيلاتور ثاني، ما يصرى لها حتى شيء. كما كنتوا تشوفوا معايا درت معاكم السلطه المشويه او الحميص. نتمنى تكون لاغوسيت هذه عجبتكم، تاكلوها بالصحه والهنا وتعيدوا وتزيدوا ان شاء الله بالف الف خير.